مسعود محمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور، ارحبوا مرحبا ومسهلا. الله يبقيك ويعزك طول عمرك. محمد معك علي الغامدي. صباح الخير محمد. مرحبا بك، شلونك؟ الله يبارك فيك. ساك طيب طول عمرك حبيبي. سم دائما بعض المتسابقين في الماراثون في الاولمبياد العالمي في المنعطف الاخير يشد على نفسه، تلقى اخر واحد لكن في المنعطف الاخير يسابق الاشخاص اللي كيف سرقت الفكره منك هاني؟ لا الكلمه دي سامعها انا. تكتيك لا سامعها الكلمه دي، ماراثون اولمبياد عالمي كذا كلام مو غريب. لكن ريو جانيرو انت صاحب الفكره يا ابو ظهر تاخير عندي. فمحمد شفنا شخصيتك الايام هذه، هو من الهروب الظاهر انت قعدت معك من الخصم وضربت الفيوز بديت تشتغل صح. عز الله مو ضربت وجهي، انا صفقت لنع مخك بديت تشتغل. اي والله عدلت الخصم بدايه يا اخوي، شفت فاهم معك صح. لا ان شاء الله، لكن هي خيره يا رجال مره. الله يوفقك ان شاء الله. الله يطول عمرك. من الشخصيات اللي ما شاء الله مقدم نفسه للبرنامج كمنشد وكشخصيه والحين الان لا بالعكس الان هدى محمد الريلتي الصحيح حقه وبدا يفلها وبدا يسفل بعد ما ضربت 3000 معه. اي والله الله يعطيك العافيه. ولت 3000 من اول عشان تشتغل زين ونشوفك صح. شوف ريلتي والضحك والوناس حقتك الزينه دي. الله يطول عمرك. انا بعد انا بس بقول الوالده ان كان يمكن زعلانه اقول 3000 دي يمكن اخيره يمه، لا تزعلين يعني. الله يطول عمرك. اي كويس طلعتنا محمد مسعود الصدي. اي هذا الكلام والصور رساله اقول يوم محمد ترى لا تزعلين، لاني متاكد انها زعلانه لاني تحب زد رصيدي بشكل ما تصور. الله يقويك ويسر عمرك. كل الامانه ترى صوتك جمهوره كثير، فعسى الله يقويك يا محمد. طول عمرك اخوي زياد يقويك ويسلمك. فلك التوفيق يا محمد. يا مرحبا ومسهلا. هلا والله.